دلوقتي هنتعرف على آخر الأخبار الفنية. سيف حميدة بطل فيلم 16 الفيلم القصير قال إنه سعيد جدا بفوز فيلمه بجائزة السعفة الذهبية لمهرجان كان في دورته 73، خصوصا إن المخرج سامح علاء عمل اختبارات ل 300 شخص وما عجبوش فيهم أي حد، ما كانش فاضل غير أيام قليلة جدا على التصوير، وبالصدفة شافوا فيديو واختاروا بطل للفيلم. الفنانة أسماء جلال بتستأنف حاليا تصوير مشاهدها في مسلسل أنصاف مجانين، وده بعد شفائها من فيروس كورونا اللي اتصابت بيه قبل أسبوعين، وبعدها قامت بعزل نفسها في البيت لحد ما تعافت تماما ورجعت تصور دورها مرة تانية. المطربة نادية مصطفى هتحيي حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته 29. الفنانة الكبيرة ليلى علوي والنجمة هاني سلامة تم ترشيحهم للمشاركة في بطولة مسلسل بين السماء والأرض اللي هيتعرض في شهر رمضان اللي جاي. المسلسل من تأليف إسلام حافظ ومن إخراج مندو العدل، وهو مأخوذ عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ. الفنان آسر ياسين وافق إنه يشارك بشكل مبدئي في بطولة مسلسل بدر البدور. فريق عمل مسلسل لؤلؤ اللي بتقوم ببطولته النجمة مي عمر أخدوا أجازة لمدة يومين من تصوير المسلسل بسبب تغيير الديكور. المفروض إنه يومين الأجازة هينتهوا النهاردة ويرجع فريق العمل التصوير مرة تانية، وهتجمع المشاهد اللي جاية بين مي عمر والفنان أحمد زاهر. الفنان محمد ممدوح بيستأنف دلوقتي تصوير مشاهده في مسلسل تقاطع طرق مع المخرج تامر محسن، واللي بيجسد فيه شخصية شخص ميسور الحال عنده مزرعة بتشتغل فيها النجمة منى زكي واللي بيجوزها وبتحصل بينهم مشاكل وبتتطور بعدها الأحداث. الشركة المنتجة لفيلم سونج بيرد طرحت البرومو التشويقي للفيلم اللي بتدور أحداثه عن تمحور الفيروس التاجي من كوفيد 19 لكوفيد 23. الفيديو الدعائي للفيلم وضح أن الفيروس التاجي بيحاصر العالم لمدة 4 سنين ووصل ل 8.4 مليون حالة وفاة في سنة واحدة. الفيلم كمان بيتكلم عن الفيروس اللي اجتاح العالم من شهر ديسمبر 2019 ولسه بيصيب الملايين لحد دلوقتي في كل بلاد العالم. حالة من البهجة تميز بيها مهرجان الجونة، خصوصا في تقليد حفل الختام بالغناء ورقص ما بين كل المشاركين. خلصت أخبارنا الفنية.